السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة رمضانكم وصحة صيامكم. من ديسيبسيون لديسيبسيون. توت لي باسون سون ديسو. الناس اللي يمكن حطوا ثقتهم في عباد ويعلمون علم اليقين باللي ما راهمش هما في 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 مستوى الدفاع عن مبادئ يؤمنون بها، ولهذا يناضلون بالتوكيل. اليوم خرج علينا واحد اللي العديد كان يعتبره من المثقفين ومن الممثلين ومن ليزارتيست، ليزارتيست نتاع زوج دورو. خرج علينا باش يفسر لنا الفكر الكبير اللي راه يقدمه والعمل اللي راه يقدمه، وباللي التهجمات هذه. هذا الانسان اللي كان في وقت من الاوقات يعني في وسطنا، كنا نعتبره واحد من 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 ممثلين الحراك. بعد الخروج نتاع زكية محمد عبد القادر الجريو، والله اسمه على مسمى لا اله الا الله محمد رسول الله، ودائما في اطار الرد نرد عليه حتى هو، لازم نعطيه حقه من التقدير. شوفوا واش راه يقول. طبعا السيناريو بالك المشاهدين ما على بالهم، سيناريو يفوت وزارة الاتصال باش ناخذوا لوتوريزاسيون التصوير، لاننا نتكلموا على شخصيه تاع الشرطه كيما شرطي زياد تفوت على مديريه الامن، تفوت على كاع المصالح الامنيه. وتعاملنا ايضا مع نمارين، لانه قصص تاع بابور لوح الحرقه وكل شيء بحريه الجزائريه، دونك تعاملنا معاهم لانهم عطاونا بعض لي ديتاي كيفاش لقاوهم، كيفاش لا لويت هذه تاع كونت الحرقه وكذا. دونك هذه المصالح الامنيه على بالها بالمحتوى تاع بابور اللوح قبل ما يبدا. دونك اذا كان وشهد شاهد من اهلها، يعني انت تعترف باللي الاعمال نتاعكم اعمال مخابراتيه محضه. ما شكيتش باللي المصالح الامنيه التي نسعاوها هي مصالح امنيه باحق معنى الكلمه، ومصالح امنيه التي ترتقي انها تقبل نظره مثقف مثلا، سيناريست ولا ممثل ولا مخرج، ولا لتلقيح العمل نتاعها، لانتقاد المجاوزات التي لا تعد ولا تحصى. اذا انت في العمل نتاعك هذا، العمل الذي تسميه عمل ارتستيكي ولا مانيش عارف درامي ولا كيش ما تسميه، المهزله اللي راك مخلوع فيها، اذا انت بعظمه لسانك تقر باللي لابد انه لا من الوجوب ان هذا العمل تكون صادره عليه موافقه من طرف اجهزه. هل في يوم من الايام انت في الاعمال تاعك مثلا اوضحت حقيقه البوليس الجزائري وتعامله مع المواطن؟ هل في وقت من الاوقات تطرقت الى القتلى، الناس اللي تعرضوا للقتل من طرف اعوان، ما يسمى باعوان لا امن، اعوان لا امن؟ هل تعرضت في اعمالك للحراقة اللي قتلتهم لامارين مثلا، ولا الناس اللي اتفقوا عينيهم وانقتلوا من طرف الجدارمية، ولا الناس اللي هتكت أعراضهم في وسط المخابر البوليسية مثلا؟ إذا أنت راك تجي بعظمة لسانك تقول باللي العمل أيا كان لابد من موافقة المصالح الأمنية، إذا أنت ترى أنه كاين أمن، يعني كل ما يعيشه الجزائري كذبة ما كانش منه،
كل الحقرة اللي يتعرض لها المواطن الجزائري ما كانش منها. الأعمال نتاعكم لابد أن تكون موفقة وموثقة ومرضي عليها من طرف من؟ من طرف من يهدد أمن الجزائري، وتسمي روحك أنت أرتيست. والله قولوا أنتم وكالين خبزة، والله ما عندنا مشكل مع حق الله العظيم، ما عندناش مشكل. أنكم تدعون ما لا تملكون، هذا قمة النفاق. نزيدوا نكملوا. كل هذه المؤسسات الأمنية إيه؟ نضربوها عرض حائط ونتبع صفحة فيسبوكية واش قالت، ما نظن باللي الوزن ما راحش كيف كيف الكفة ما و بصح في وقت اللي كنت تجي تدير تصريحات في إطار الحراك، ما كنتش تأمن المصالح الأمنية. المصالح الأمنية كانت تكذب، وانت كنت تتناضل عبر الصفحة الفيسبوكية نتاعك، والناس كانوا يتبعوا كلامك، ما كانوش يتبعوا كلام صفحات المصالح الأمنية. إذا دروك أصبح كلام ولي زوتوريزاسيون تاع المصالح الأمنية عندها قيمة، لا يضرب بها عرض الحائط. ولا الناس اللي جاوا انتقدوك بكل يعني موضوعية، بكل موضوعية، لخسة عملك، لرخص عملك، لأنهم رأوا أن العمل نتاعك يهدد القيم الأخلاقية والقيم المجتمعية التي نؤمن بها في المجتمع الجزائري، ولا نريد أن نجهر بالخماج بالعفن اللي راك تجيبه ولاك تدخله لبيوت الناس رغما عن أنوفهم. أصبحتم تمتلكون يعني دروك التلفزة نتاعكم والعمل الدرامي نتاعكم والعمل السينمائي نتاعكم والإمكانيات نتاعكم، وبطبيعة الحال يعني هذه وزارة الاتصال ولا وزارة الثقافة ولا تمد البيجي الواحد كيفك، واحد حقير كيفك ولا واحد حقير كيما خساني ولا العديد منكم. على كل حال لستم، راه باقي غير أمثالكم في الساحة العملية. هل تمد مثلا بيجي لواحد كيما عثمان عليوات ربي يذكره بخير ويبقي صحته ان شاء الله، تمشى حتى تنبت الطفيليات اللي كيفكم؟ اذا القياس بمقياسين، المكيال بمكيالين. دروك اصبح الصفحة الفيسبوكية لا معنى لها، واصبحت المصالح الأمنية لا يضرب بها عرض الحائط. عيب، ما جياش. ماشي نورمال. دونك انا ما ديجا صفحات فيسبوكيه ولا انوني ما نعرفوش شكون موراها. وين الان نعرفوا واش راه يصرى في مع منظمات مصنفه ارهابيه. الصفحات الارهابيه انونيم هل لها اختيار؟ هذا واحد من النقاط التي كان من الأجدر التطرق إليها. أنونيم لأنها ليست آمنة في بلدها، أنونيم لأنها مآلها السجن، مآلها العذاب، مآلها عنتر، ولهذا تقعد أنونيم. هل ما هو مهم هو معرفة الصفحة أو الاطلاع على ما تقوله الصفحة؟ لا يهمنا إن قالها. ونحن ننصح الناس أنهم يقعدوا أنونيم، أنهم يقعدوا أنونيم. وهذا عمل جبار، دليل على ذلك أنكم راكم جايين من حصة تلفزيونية تهضروا على الأنونيم، لأن المضمون الصفحة هو اللي هزكم، مضمون الصفحة هو اللي حطكم أمام مسؤولياتكم العفنة. برك دروك ولا لانونيما عندك ان بروبليم، او كونترار لانونيما سي لا سول سوليسيون كو لي جون ايزون تروفي بور بوفوار كونتينوي ا سيكسبريمي، باسكو سكي بوكو بلوز امبورطون كو
celui qui s'exprime, c'est l'expression elle-même. Il y a le مثقف, il y a le معفن. زينو نكملو. وبطبيعة الحال هنا شوفوا الربط كيش يندار، شوفوا الربط، ربط الخصة كيش يندار. راهي تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي باش تجند شباب للتطرف في الدين. نشوفوها واش صرا، يصرا في سيري، واش صرا اون ايراك، واش صرا في الجزائر في 10 ايام من قبل. دونك انا هذا امر ماوش، لان البرنامج يفوت يمر هو فقط على باب بابور اللوح 19 ساعه في عام، 19 ساعه في بون. هنايا لا لوزيون اللي راك ديرها المنظمات الارهابيه، راك تحكي على المنظمات التي صنفتهم الحكومه اللي انت في وقت من الاوقات كنت لا تعترف بها، وكنت تدعي انك الى جانب شعبك، ولكن الخبز عندها دي ليميت، رانا فاهمين. وهذا ما نرجوكم يعني، والله هذا ما نرى طالبينكم، انكم تاخذوا مسؤوليتكم، ما تمدوش روحكم القاب انتم لستم اهلا لها، برك انكم تعترفوا بلي انتم زواحف، انتم دي ريبتيل تجريوا على كروشكم، تجريوا على حجوركم، تجريوا على 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 على, على, على تجريوا على على زبلكم، على وسخكم. هذا هو همكم الوحيد. يمكن في وقت من الأوقات توافقت مواقفكم مع الحراك، لأنكم رأيتم باللي تيان موجة هذه مليحة نركبوها، بصح دروك راكم تشوفوا باللي الأمر طويل، وباللي ماشي كاع الناس غادي توصل، الله غالب دايرة كيما هكا، وباللي الثورة هذه مسكينة ما زال عندها ما تجبد، عندها ما راهم غي الأشياء التي لابد أن تحاربها لا تعد ولا تحصى، إذا الحرب غير مستوية. ولهذا دروك فوزاد دي ماركي صاي، وليتو نتوما تتبناو موقف الحكومة غير شرعية، موقف حكم العسكر اللي ما يناسبهش في الأفكار، سهلة على نقول اتيكات منظمه ارهابيه اللي ما يناسبهش في الطرح في النقد، اللي ينتقده هو ارهابي. اما احنا ارهابيين مثلا، اما انت بطبيعه الحال انت الذي في حقيقه الامر ترهب مقومات المجتمع، مبادئ المجتمع، اصل المجتمع، دين المجتمع، ذمه المجتمع، انت ماشي ارهابي، انت ارتيست. والله غير لا حول ولا قوة إلا بالله. زيدوا نكمل في عام بعد خلاص. لكن مواقع التواصل الاجتماعي ولادنا وشبابنا راهم يتعاملوا معاها يوميا يوميا. دونك انا ننبه انت نبه وحنا ننبه، ماشي مشكل. التنبيه الذي تحاول القيام به حقيقة يعني بالنسبة ليك 9 سوايع ولا كما سميتها انت 19 ساعة ولا نمبورتو كوا، ماذا تمثل بالنسبة ايه في حقيقة الأمر يعني هكا على العيان لإنسان خسيس مثلك اللي يريد تقزيم الأمور؟ لا تمثل شيئا، ولكن دخولها، العفن هذا حينما يدخل بيوتنا ويغرس وتولي، وانتم تشكلون عبر ما تقدمون، تشكلون انتما اساليب النجاح، امثله النجاح. الطفل الجزائري والشاب الجزائري والمراهق الجزائري اللي يعيش في محيط مستنقع اللي لا يسمح له انه يحلم، انه يكون طموح، انه يعتقد ان مثلا الدراسه توصل تنجح. علاش؟ لأن السلطة الفاعلة اللي رانا فيها ما الدراسة ما تنجحش، الجهل اللي كيفكم هو اللي ينجح، العفن اللي كيفكم العهر هو اللي ينجح، هو أسلوب النجاح. تولي وانتم قدوة لهذا النجاح، وهذا هو بيت القصيد. حتى ولو كنت تدخلوا دقيقة، دخولكم هو سرطان ينخر في عظم هذا المجتمع، سرطان بأحق معنى الكلمة. والمكيدة الكبرى وأنه ما كانش
ما كانش من باستطاعته مخالفتكم الرأي، ولا يقوم بأعمال حتى تفضح أعمالكم، أعمال اللي ضد ما تزرعون، ما تبثون في هذا المجتمع، لأنه ما كانش إمكانية. الإمكانية الوحيدة تمد لأمثالكم، تعطى لأمثالكم، والتسهيلات تعطى لأمثالكم. الوضاع والحقارة وقلة الحياة وقلة قلة التربية، وش من أصل عندكم؟ عندكم عائلات، عندكم خواتات، عندكم أولاد، عندكم بنات، عندكم أمهات، عندكم آباء. اللهم إذا ما نش عارف تربيتوا تربية تختلف عن ما نعتقده وما يعني تربينا عليه، ما نش عارف، يمكن جيتم مجتمع واحد اخر، يمكن احنا هما الدخلاء، يلا انا مش عارف. ولا اظن ذلك، لان الانتقادات التي وجهت لك لا تعد ولا تحصى، والان اصبحت تحتمي انت بالسلطات، يضرب بها عرض الحائط. لا لا، الشعب مقطع، المواطن البسيط الذي جعل منك إنستار، لأن السلطات حقيقة يعني يمكن ساهمت وحطاتك في فلاسان، ولكن المبردعين هما اللي جعلوا من أمثالك نجوم، الحمير هما اللي جعلوا من أمثالك نجوم، وها أنت بكل وقاحة تقول أنا الحمير سيدي زانونيم، لا يهمني في شيء. زيد كم السلطات الامنيه، لانه كاين خطر كبير جاي من مواقع التواصل الاجتماعي بور اندوكتريني نو جون، باش يخدروا الشباب تاعنا، باش ينشروا بعض الفكر المتطرف ويتغطوا بالوراء العمل الفني. يقول لك ما كاين، ما هو هذا الفكر المتطرف؟ نعتنا يعني هذه الادعاءات، لو كان جينا في دولة القانون والحق، انت يحاكموك في الشرع عادي. ما هو هذا الفكر المتطرف؟ يعني من يناقض العفن الذي تقدمونه تسمون هذا تطرف؟ من يرفض ان اموال الشعب تصرف في هكذا اعمال عافنة، اعمال مسخة، اعمال نتاع دور دعارة، أعمال تدعو إلى هدم القيم الأخلاقية المجتمعية، حتى القيم العقائدية في حد ذاتها، هذا تسميه أنت تطرف؟ بصح العري نتاعكم ما تقولش عليه عهر، حقيقة نحن يا خويا نتبنى التطرف ضد عهركم، نحن نتبنى التطرف ضد عهركم، لأنه ما بقناش حل واحد اخر، كان ماذا بينا ان تكون على الاقل الامكانيات متساويه، ولكن هذا انتم راه بيدكم كلش، الناس بقالها غير التطرف نتاعها، وهذا التطرف هذا ما هوش تطرف للقتل و ما تحاولش تميع الامور، لا، هذا تطرف اللي يريد ان يوضح للناس الدسائس التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية لتجحيش المواطن. لا تريد من المواطن أن يكون مواطن بإمكانه إنتاج فكر، بإمكانه إنتاج ما نش عارف نظرة مجتمعية يساهم فيها بطريقته الخاصة، لا، تريد ناس كيفكم اللي او كونترير يديروا لابولوجي تاع الزطلة، ويديروا لابولوجي تاع البلطجة، ويديروا لابولوجي تاع لا بروستيتيوسيون، ويديروا لابولوجي تاع الخيانة، ويديروا لابولوجي تاع المطوى والخدمة والمرقة هذا ما تريدونه. وإذا كل من يتصدى لكم إما أنه إرهابي ولا متطرف، والأمثلة على ذلك، ما عندكمش مشكلة، عندكم الزوادة عامرة، غير ها وجبد التسعينات، المتطرفين، المنظمات، لا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهد بابور له. اه كملت. اذا هذا نموذج من النماذج اللي لابد ان نعتبرها درس، درس دينا. ونتمنى انه ما زلنا نزيد نتعلم. على كل حال واحد اللي تربى في مؤسسات دولة العفن، من المستحيل، من المستحيل انه ما بين عشية وضحاها يسمح في كل الامتيازات وكل كل كل الحليب اللي رضعه باش في يفطن. قادره تصرى، مانيش عارف المعجزات يمكن، ولكن ماشي من الناس كي مندو، والله ماشي من الناس كي مندو. وهنا نفهم البعد الحقيقي لبناء دولة، الدولة المدنية. وجود الدولة العسكرية بهكذا أشكال حتى في وسط المجتمع المدني وعلى كل المستويات، الثقافي، السياسي، الأدبي، العلمي، ما نعرف أنا، الجمعياتي، على كل المستويات. هو يقول بعظمة لسانه باللي عمل درامي، عمل سينماتوغرافي، لابد أن المؤسسة الأمنية تمد لاكورتها. على بأي حق؟ وش دخلها؟ وش دخلها؟ وش دخل المؤسسة الأمنية في عمل درامي أيا كان؟ وما عندهمش مشكل يجي يقولها هكا وجا صحيح، خلص ورا المشكل، خلصوني. هذا هو، هذا ما يهم، أعطوني الكاشي تاعي، بينوني في التلفازة، جيبوا العمل تاعي في رمضان. في رمضان حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. دولة مدنية ماشي إرهابية وفقية عسكرية، دولة مدنية ماشي إرهابية وفقية عسكرية، دولة مدنية ماشي إرهابية وفقية عسكرية. السلام عليكم ورحمة الله.